بدأوا بآية سورة الشمس. يقول الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، والنفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني يمكن مستمع يقول لماذا قرأ هذه الآيات؟ إن الصالحين عكس كلمة صالح أو صالحين في كتاب الله هم المفسدين، والصالح والمفسد العلاقة بما ألهم الله في الأنفس، ألهمها فجورها وتقواها. من تمسك بالتقوى فهو من الصالحين، ومن تمسك بالفجور قد خاب من دسا. نطرح بعض الآيات اللي تعطينا الفرق عكس كلمة الصالحون. يقول الله عز وجل في سورة صاد: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين فجار. يعني نحاول نقرأ الآيات اللي توضح الفرق بين المفسدين والصالحين، هما كثيرة جدا دقيقة سنقول. يقول الله أيضا في نوح وابنه، عندما نوح يقول إنه ابني، يجيب الله: إنه عمل غير صالح. وأنا أطرح هذه الآيات الصغيرة لكي نفهم كلمة فقط صالح، والعكس العكس فيها في عكسها هي المفسد. في الأرض يوجد صالحين ومفسدين. والعمل غير صالح، لماذا قال إنه عمل غير صالح؟ لأن ابنه سيعاد في الأرض، المفسدون يعادون في الأرض والصالحون يرفعون. يقول الله عز وجل، سأتلو معكم تقريبا أكثر من 20 آية كلها فيها الصالحين، وأطلب من المستمعين التركيز في الكلمة. أين هاد الصالحون أو الصالحين؟ وما المراد بها في الآيات؟ يقول الله عز وجل في سورة البقرة آية 130: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هنا الصالحين جت مربوطة بالآخرة، يعني بالفائزين. آية ثانية يقول الله عز وجل في سورة آل عمران آية 39: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. آل عمران 46: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. كلهم أنبياء يؤمنون بالله. سورة آل عمران أيضا 114: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أعطي إشارة للمستمع أن كلمة صالحين في كل الآيات سأتلوها، لكن فقط هذه الإشارة لكي ننتبه. كل الآيات أتت مربوطة بالسماء، بالصالحين، بالأنفس الفائزة. فقط آيتين أتت مربوطة بصالحين في الأرض. وفي الأخير نوضح لماذا هذا. أولا، هذه الآية منهم: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذا الأمر في الأرض. سورة النساء آية 67: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في الجنة. النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كلهم في الجنة. نساء المائدة أيضا، المائدة 84 يقول الله: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
سورة الأنعام وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. سورة الأعراف إن ولي الله الذي نزل كتاب وهو يتولى الصالحين. سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هل هذه نفس تخاطب الله؟ يعني إذا أعادنا الله لنكون من الصالحين. سورة يوسف آية 101 ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفاني مسلما والحقني بالصالحين. وهذه تكلمنا فيها آخر مرة كلمة الحقني. من يدعو بهذه الدعوة الحقني بالصالحين يعلم أن بوجود أنفس في السماء، وإلا لا يقول الحقني، لا قال أدخلني، لكن الحقني بالصالحين تقولها غل أنفس المؤمنة، لأنه يعلم أن يوجد أنفس في السماوات. لكن الأنفس الكافرة ماذا تقول؟ أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعثون، لأنهم لا يصدقون بهذا. هذا هو الفرق بين المفسدون والصالحين. 32 الآن انتبهوا وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هذا الكلام الصالحين في الأرض. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وفي الأخير سنرى لماذا هذا العمل. سورة الشعراء آية 83 ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. نفس الكلام. الله عز وجل لاحظوا كل الآيات التي ذكرت فيها الصالحين كان الأمر في السماء، يعني الصالحين معظمهم في السماء. وحقيقة الأمر في العذاب الأدنى نوعين في الأرض من الأنفس، أنفس صالحة وأنفس مفسدة. عملية العصر هي التي ترفع الصالحين وتترك المفسدين في الأسفل. لذلك الله يقول إنه على ابن نوح يقول له إنه عمل غير صالح، يعني لا يليق لغير صالح أن نرفعه، يعني غير صالح كأنه غير مؤهل للحياة في السماء. وإشارة خفيفة في الكتاب، لماذا الصالحين في الأرض ذكرت فقط في آيتين تقريبا وباقي الآيات كلها صالحين في السماء؟ أظنها إشارة من الله لقلة الصالحين في الأرض. وأتت في هذا الكتاب الأخير معظم الصالحين في السماء، قليلا منهم ما يتذكرون. لذلك أتت آيتين خاصة بالأرض وكل الآيات كلها صالحين في السماء. عملية العصر ما هي عملية؟ نحن كلنا كأنفس نبدأ في المهد، في المكان الذي نحن فيه الآن. كلنا حتى الفائزون الذي هم الآن في السماوات كانوا في الأرض ما مثلنا. عملية العصر ماذا تفعل؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر، لأن عملية العصر هذه علاقة بالإنسان، ليس عصر شيء آخر، الإنسان فقط. والإنسان وهو في الأرض بجسمه والنفس وجسمه. لذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه العملية ماذا تفعل؟ يعني من بداية الأمر وهي ترفع الأنفس الفائزة وتعيد الطالحة وهكذا عبر الزمان. فبالتالي في آخر زمان أو في زماننا نحن من الأواخر، هذه العملية يجب أن تنتهي بهذه الطريقة، يعني أن الفائزين برفعهم ينقصون ويكثرون المفسدين. ولذلك لو نلاحظ في كتاب الله عندما تحدث على الصالحين في الأرض في آيتين كأنها إشارة أن يعني موجود الأمل، موجود بعض الصالحين في الأرض، لكن في آيتين فقط كل الآيات للصالحين في السماء. وهذا الذي ما قيل عليهم في سورة الفاتحة الذي أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي أنعم الله عليهم يعني في هذه الحياة الآن اللي نعيشها، إذا إن شاء الله كنا من الذين أنعم الله عليهم وتوفينا بهذه الحالة
يعني هكذا نكون من الصالحين، كنا صالحين في الأرض بما أراد الله وبعدها يرفعنا، لذلك معظم الصالحين في السماء. إن شاء الله قدرت نلحق الصورة. يعني هي والله ماشي صعبة بزاف، احنا فقط شوف الأولون الأخطأ كانوا كنا نقرأ الكتاب بحياة واحدة، فبالتالي الآيات كي نقرأهم على الصالحين ولا كلهم في الأرض، لأننا في ذهننا ما عدناش علاقة بحياة أخرى، لا نعلم الحيوات، لا نعلم أن السماوات هذه فيها أنفس، لذلك القراءة كانت كلها خاطئة. يعني كما قال الأخ يوسف كيقول لك إبراهيم الحقنا بالصالحين، إبراهيم هو كان قدوة للناس كلها، أي صالحين يتكلم عنه؟ يعني نحن كلنا مطالبين أن نتبع ملة إبراهيم، بل إلحقنا، إلحقنا أولا، كلمة إلحقنا يعني إبراهيم كنفس مؤمنة وفائزة له العلم التام أن يوجد أنفس في السماء، وإلا لا يقول هذا الكلام، لا يقول إلحقني بصالحين. وشكرا. وأمر الحيوات أيضا وضح الأمر جيدا، لأن القراءة تختلف. أنا قلت لك الكتاب كي كنت نقرأه بحياة واحدة، والآن كأنهم كتابين، ليس كتاب واحد، كتابين مختلفين تماما. وهذا طبيعي، لأن أنت بفكرك أنك بحياة واحدة والجنة والنار لكل الناس عندما تقوم الساعة، أنت ذاهب إلى الكتاب خطأ. لذلك ما تقدرش توقع الحيوات وما تقدرش توقع علما أن الأمر مكتوب في الكتاب، لكن أنت ذهبت إلى الكتاب بهذه الفكرة بالإملاق، علموك أن تعيش مرة واحدة وتموت وانتهى الأمر. بصح كي تتعلم الحيوات يولي العدل مع الله، يولي الإنسان يعرف بلي كل إنسان يمر، كل نفس تمر بكل الحالات، حتى يا إما تفوز يا إما انتهت العملية ولم تفوز، يعني عملية مستقيمة جدا. أخي شاهين، السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. حبيت لو توضح لنا خصائص العمل الصالح. الله أنزل هذا الكتاب يخاطب كل الأنفس، لكن ننتبه أن الأنفس في إحنا الآن في المجموعة هذه كل نفس لها حالة، واحد طبيب، واحد عامل، واحد غير عامل، واحدة أنثى ذكر، يوجد كل حالات، يمكن غير في المجموعة يوجد كل حالات. الله لم يرسل لنا كتاب لشاهيم وليوسف ولزهير ولبعلام ولفلان ولفلان، بل أرسل رسالة واحدة، بيت نرفع منه القواعد. أي الله، العمل الصالح كلمة واحدة، لكن العمل الصالح شجرة. العمل الصالح أنت كنفس عندما تقوم به تشعر به. نعطيك مثال في حياتنا الدنيا، وأظن أن هذا الأمر يقع مع كل الناس كمسلمون، الأمر الوحيد الذي تشعر به سعيد، أن نفسك سعيدة عندما تصدق. لا تشعر بهذا الأمر في الصلاة ولا في صيام أكل وشرب، ولا صحيح أم لا؟ صحيح، بارك الله فيك. إذن العمل الصالح يعني هو مفتوح وواضح بالنسبة للنفس، لأن أنت عندما تقوم بالعمل الصالح واضح بالنسبة لك، وعندما تقوم بعمل مفسد أنت الأول الذي يعلمه. لذلك لاحظ الفساد، حتى ولو كانت هذه النفس ما عندهاش علاقة مع الكتاب، كل شيء فيه الفساد يقوم به وهو مخفي. مثلا الأوروبيين بالنسبة لهم عندما يخرج مع صديقته ماشي مشكل، لكن ولا أوروبي يفعل هذا في الشارع، علما ما عندوش حرام أم حلال، لكن هذه في فطرته. السارق حتى ولو كان أمريكي ولا أسترالي عندما يقوم بالسرقة يخفي نفسه، يتلتم، يعني يجب ما كانش الإنسان يعمل هذا الأمر أمام الناس بدون خفاء، لأن فطرتنا هكذا. عندما تقوم بالعمل الصالح أنت الأول الذي يشعر به. أنا وفق فكرة الفطرة، لأن لما نقوم، عندما نقوم بالعمل الصالح نصبح كالأطفال الأبرياء، كالأطفال الأبرياء، وعندما نعمل عمل المفسد نصبح كالطاغوت، نحس أنفسنا كالطاغوت. بارك الله فيك. ولذلك الله يقول لك كفى بنفسك شهيدا، أنت تشهد على نفسك، لأن كل إنسان يقوم بأمر سيء، الأول الذي يعلم أنه سيء هو بالذات.